إذن على هامش متابعة أطوار محاكمة ديال أطباء ديال المستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش، حضر فؤاد بن عودة الكاتب ديال فرع الطالعة، كذلك جمعية المغرب لحقوق الإنسان وفاعل حقوقي مدني. يعني شنو يمكن تقولنا على الأطوار اللي جات فيها المحاكمة؟ صراحة مجددا كان عاود التحية لهذا المنبر هذا اللي كيفتح الباب أمام مجموعة من المظلومين والضحايا اللي ما لقاوش منبر اللي من خلاله يوصلوا الصوت ديالهم، سواء الرأي العام كما قلت أو بالنسبة للمسؤولين المركزيين. صراحة الكلام ما كيكفيش، لأنه كاين واحد الألم، ألم فظيع كنعانيو منه. فالعائلات الآن اللي هي واقفة وكتحتج ضد واحد المسار، بغي ياخذوا الملف، وبالتالي الحق ديال هاد فرح وجنين كيبقى معلق، كيبقى معلق. مخلطين اللي متروح هو أن الحق في الحياة حق مقدس، وبالتالي يجب المحاسبة ديال أي كان مهما على أمره أو شأنه، أنه خصو يتحاسب على واحد المسؤولية. يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأننا كنتمنوا أن هذه القضية ما تبقاش مطروحة عاف ملف محدود، لأن هذه القضية اللي وقعت في لوبيتال هي تحصيل حاصل، بمعنى أن الواقع اللي كتعيشه الصحة والمعاناة اللي كيعانيوها المرضى هي معاناة ما يمكنش نوصفها بالكلام. فإلا مشينا ودخلنا لهذاك المستشفى، فراك أنت كتدخل وأنت كتمنى يا ربي تخرج، بمعنى أنه ما عندكش ضمانات على الاستشفاء، كتقول يا ربي تخرج بالحياة. للأسف الشديد أنه كاين هناك إهمال وكاين تهميش. نعم، فيما يخص تحديد المسؤوليات، يعني دفع دفع طلب الدفاع او مطالب بالحق المدني. انا ما جيلك لكل شيء، يعني انا ما جيلك، احنا المسؤوليات بغينا نحنا ورفض الوزير الاول. نعم، احنا ماشي بالاضافه الى وزير الصحه رفض الحضور. نعم، او ما يمثل من يمثله، يعني نعم. هذا يعتبر، يعني اقول ان المسؤوليه ليست محدوده داخل الاداره الاقليميه ديال 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 الصحه هنا في العرايش، بمعنى هي ما محدوداش في طبيب ولا في مدير ولا في مندوب. عندهم مسؤوليات جسيمه، نعم، وخصهم يتحاسبوا على هذيك المسؤوليات اللي ملقات على عاتق ديالهم، وخصهم يقوموا بالمتابعه وبالتالي المراقبه اليوميه لقطاع الصحه، باعتبار انه قطاع اللي كيشكل دور حيوي بالنسبه للحياه ديال الانسان. للاسف كاين اهمال فظيع. راه الا مشيتي المستعجلات راه كتعطيها الاسم، ولكن راه ما تلقاش حتى شي حاجه ديال الاسعاف بتاتا. فالحاله فرح اللي تبقى مهمله يوم كامل وليله باكملها دون ان تلقى اسعاف، بمعنى هذا اهمال مقصود. هذا الاهمال هو ماشي والد اليوم، بل هو سياسة ممنهجة من طرف الماسكين بزمام الإدارة ديال القطاع الصحة، وهنا كنرجع للحكومة والوزير الصحة. وبالتالي هذيك الممارسات خص عليها مساءلة ومحاسبة. ما يمكنناش نحيدوا وزير ونجيبوا وزير قبل ما نديروا له المحاسبة والمساءلة. إلا غضبنا على هذا الوزير واعتبرناه غير مسؤول، ما خصناش نجازيوه ونعطيوه الفلوس ونقولوا له سير بحالك باي باي، لا، خصنا نحاسبوا على المسؤوليه ديالو. ثاني حاجه، ان السياسه العموميه هي اللي حدثت هذا الفراغ المهول، لا من حيث عدد الممرضين ولا من حيث عدد الاطباء ولا من حيث التجهيزات. اليوم حنا امام بنايه في المظهر ديالها كتبان بانها بنايه رفيعه وحديثه، كما هو الحال لا بالنسبه لعندنا هنايا في العرايش ولا بالنسبه للمستشفى الذي تم افتتاحه منذ مده قليله وحضر فيها للاسف وزير الصحه. ولكن هذا المستشفى هو عباره عن فضاء فارغ. لو كانت فرح لقات فين الدواء في المستشفى الإقليمي بالقصار، ما كانش تهز معها المعاناة ديالها من القصار حتى العرايش وتموت في العرايش.
نعم. اذا امام 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 اذا انا اقول انا كنقول انقول راه المسؤوليه هو عليه يعني يقعد التطابق مع الاخرين يعني راه ما محدوداش هنا يا اطار مترتبه على هاد المحاوله ديال التملص من من المسؤوليه والوضع الصحي في مدينه العرائش. يعني اذا المسؤوليه او كنقول المسؤوليه الاداريه والسياسيه يتحملها اولا وزير الصحه ويتحملها رئيس الحكومه باعتباره هذين الطرفين مسؤولان عن إدارة الشأن العام في بلادنا، وبالتالي كل مساس بالحقوق وبما يتعلق بالحياة ديالنا وبالصحة ديالنا تقع المسؤولية بالدرجة الأخيرة والأولى على هذوك الناس اللي كيمارسوا. علاش كنقولها؟ لأن وزير الصحة من المفروض عليه أنه يخرج ويعمل دورات ومراقبة ويشوف هل الأوضاع هي أوضاع عادية وأوضاع فعلا كتضمن الراحة. ثاني حاجة أن القطاع ديال الصحة أصبح موبوءا بالفساد. أنا ما كان عرفش طبيب عنده التزامات في إطار النظام الأساسي اللي كيعطيه له القطاع الصحة، بمعنى هو مسؤول في قطاع الصحة عمومية، كيف يسمح له ضميره أن يتخلى عن المهام ديالو الواجبات ديالو داخل القطاع اللي مفروض خصو يموت عليه. وبالمناسبة كنقول ليس كل الأطباء على نمط واحد، فهناك أطباء وطبيبات مخلصين ومخلصات، وهناك ممرضين وهناك مسؤولون مخلصون، ولكن هناك فساد، هناك فساد خصو يتعالج، خصو يزول من هذا. بمعنى حنا الا كنهضروا على الوطن ديالنا وكندافعوا عليه وتكون السمعه ديالو سمعه مرموقه، راه خصنا نحاربوا الفساد، خصنا نحاربوه ونزولوه، ماشي عين غدوا عليه، خصنا نحاربوا الفساد. اذا بالنسبه ليا ان هاد المسؤولين اللي هما كيشتغلوا في قطاع ديال الصحه العموميه ويسمحوا في الواجب ديالهم ويبحثوا خارج هاد الفضاء على ربح مالي، وذلك بسميتو بتفريق واحد العدد ديال الكلينيكات. اذا فيما يخص جانب اخر ديال تطبع اطوار ديال المحاكمه، لاحظنا بان الدفاع أقول فيما يتعلق باطوار المحاكمه للعدالة لها واسع النظر، حنا ما يمكنناش ندخلوا في الشأن ديال العدالة. لا يفسر ديال الأطوار ديال المحاكمة من أجل يعني إيصال المعلومة فيما يخص سيدي الأطوار، يعني الدفاع طالب يعني بمتابعة يعني في حالة اعتقال يعني كما أصدرت النيابة العامة، بينما دفاع المتهمين طالب يعني بالصلاح المؤقت للطبيب والمولدين. يعني هذه على كل حال كتبقى مرافعات وكتدخل في أما بالنسبة للدفاع كذلك يعني طالب يعني بتحضير الدفاع يعني من أجل تحضير الوثائق وكذلك القرص المدمج اللي كيثبت يعني بعض الوقائع اللي جرت في المصحة، أنه يعني يجب توفير شروط المعادلة المحاكمة العادلة، هذا هو اللي مطلوب. احنا ما كندخلوش في الشأن ديال القضاء، ولكن لنا يقين بأن القضاء كما نتمنى أن يكون القضاء قضاء مستقلا، قضاء عادلا، لأنه هو الملاذ الأخير بالنسبة للمواطنين. فالمواطنين في الوقت اللي كيتعرضوا لشي عزف أو ظلم من طرف إدارة أو شي جهة معينة، فراه الملاذ ديالهم هو القضاء. ولهذا أنا كنقول كنناشد القضاء أنه فعلا يشتغل. طبيعة الحال أنا ما كنمليش عليه، ولكن كنقول حنا بمزيد عن الضغوطات التأثير الخارجية كما فكر نوعها يعني كما في الاتجاه ديال كشف الحقيقة كما هي بدون لف أو دورات.